تسجل روحانية نفطة من 4 نوفمبر إلى 7 نوفمبر 2021 في نفطة بيانسور، في رحاب نفطة، في ساحات نفطة، في شوارع نفطة، في المسرح الهواء الطلق بنفطة، في دار الوادي في علقمة، في المدينة العتيقة بنفطة. مرحبا بكم في نفطة. خامس دورة اسمها حنين. ليش؟ لأنه نحنوا إلى الأوقات العذبة، الأوقات الحلوة اللي عديناها مع بعضنا، واللي اشتقنا لها لأنه كنا مش نعملوها السنة الماضية 2020. ما كانش الفرصة جراء الجائحة باش نعملوا العروض والمهرجان. سنة خذينا المغامرة والمجازفة، وكذلك قانونيا اليوم يخول لنا القانون أنه نقوموا بعروض إذا نحترموا التراتيب الصحية والبروتوكول الصحي. اليوم مهرجان بروح جديدة، روح فيها دائما العالمية. دونك مصر بتكون معانا، المغرب بتكون معانا، كذلك سوريا تكون معانا، وبعض البلدان الأخرى من خلال عروض عرض أبو شعر، الأخوة أبو شعر يوم 5 نوفمبر في المسرح هواء الطلق الساعة 10، كذلك يونس أيوب بيوم 6 نوفمبر من الساعة 7، وكذلك جواد الشاري من المغرب، المنشد الصوفي من المغرب الساعة 7 كذلك في دار الوادي. هذا كله مع وجود مايسترو لطفي بوشناق اللي الناس كل تستنى فيه الانشاد فنانين. عندنا درساف الحمداني كذلك، ديفا درساف الحمداني اللي شاركت في مهرجان كونيا في الموسيقى الصوفيه في تركيا تكون معنا، كذلك رجال تونس، والمايسترو لطفي بوشناق تكون معنا في الابتهالات والانشاد، وكذلك فرق نفطيه اللي هي ابرز الاسماء هي الفرقه العلويه تاع سيدي بوعلي، وكذلك القادرية النفطة معروفة بها، التيجانية، الحفوظية، الكثير من الفرق، وكذلك الفرق النفطية اللي هي عندها العمق الإفريقي تحت الصحراء، استنبالي والبنجا من سيدي علي، سيدي مرزوق العجمي. دونك هما عروض بالضبط، فما حلقات فكرية باش يأثوها شعراء التصوف بعضهم تونسيين، وكذلك مفكرين ومشيخة باش يحكيونا على الشعر، من أسماء لتفسير شعر جلال الدين الرومي من القاو الشيخ محمد بن حمودة، لتفسير اعطينا محاضرة حول الشعر والمدح، مدح الرسول من الشيخ بدري المدني، وكذلك شاعر التصوف في تونس سيد منصف لهيبي، وشاعر الأديب محمد الغزي، وكذلك باش يكون تقديم كتاب بحث لألفة يوسف حول وجه الله، ويكون النقاش مع ثلة من المفكرين مثل رجاء فرحات، يوسف صديق، وكذلك حمادي رديسي، لأنه فما أبعاد للتصوف، أبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية، اقتصادي، سياسي، وبالنسبة للفكر بالنسبة للاقتصاد، الاقتصادي احنا عملنا قرية حرفية وين فيها التراث المادي واللامادي الجريدي النفطي، يكون فيها شوبينج تبضع وتسوق ايام المهرجان، خاطر ايام الدقله وقتها العرزين وكل، لكن احنا نحبوا انه الناس اللي تجي تزورنا مريدي المهرجان يكتشفوا الماكل كذلك ومكلات الماكله نتاع الجريد والنفطه التقليديه، باش يكون معناتها في الزومبريتا، احنا مكان نسميوه زومبريتا في الواحة حيث الماء يجري، وباش يكون المأكولات جريدية بحتة من اللي تعرفوه. الحجوزات بدأت على منصة الإلكترونية تسكرتي.ان، جريو للي باكس، للي باك، للبيع، ونودوت، فما حركة كبيرة تونيزي بوكينج وبعض الوكالات اليوم وصلت الحجوزات حتى 90%، دونك مازلت 10%
نطلب من الموردين والناس اللي تحب تجي زعما تسرع باش تكون ترقى تتحصل على مكان في نزل او دور الاضافه لميزون دوت ولا لزوتيل دو شاخم. بالنسبه لحضور العروض هو باحترام البروتوكول الصحي تعطينا شروط حضور العروض وطاقه استيعاب اللي استحفظتوا بها. بالضبط، بالنسبه للعروض البروتوكول الصحي مهم جدا لانه لازم استظهار بالشيما فاكسينال كومبلي، لازم تكون تلقيح كامل، واذا مش كامل لازم يكون عندك اما تيست بي سي ار ولا ان تيست انتيجينيك معناتها وهذا بالنسبه لكل واحد حب يدخل قاعه العرض او المسرح. وبالنسبه للاطفال هو ممنوع بالنسبه للاطفال اللي عمرهم اقل من 12 سنه، واذا اكثر من 12 سنه لازم يكون فما ان تيست انتيجينيك ولا تيست بي سي ار لانه نعرفوا انه الاطفال هم حاملي للفيروس مالوغوزمون. دونك بطاقه الاستيعاب هي 1000 فقط، و باش نحاولوا نكونوا معناتها نحترموا هذايا لانه في معناتها مصلحه الناس كل انا تحترم التراتيب الصحيه. ومرحبا بكم في نعاود 4 حتى 7 نوفمبر 2021، مرحبا بكم في نفطه، مرحبا بكم في مهرجان روحانيات نفطه.